زهير خموري رئيس جمعيه اصوات وعضو ديال مجموعه الضادين. اليوم حنا بصدد واحد الحفل ديال لي كاستينغ اللي دار في هذه الايام بخصوص اكتشاف المواهب هنا بعين حروده. اليوم جينا باش نشوفوا المواهب، اش ممكن تقول لنا على الحفل؟ السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا اليوم النهائي ديال المسابقه دو فويسز ناتا، هذه المسابقه اللي كان للاكتشاف المواهب المحليه ديال عين حروده زناته. كان قبل ديالها كان قبل واحد الكاستينغ اللي كان نهار 9 نوفمبر واللي تختاروا فيه 14 موهبه من عين حروده، واليوم هو يوم العرض ديالهم، يوم الختامي ديال مسابقه دو فويس ناتا. هذه المسابقه اللي غيربح بها واحد من ابناء عين حروده او مشارك او مشاركه، وغيكون المشارك الثالث اللي غيربح هو من تصويت الجمهور. بالنسبه كنظموا مجموعه ديال الانشطه، مجموعه ديال المسابقات، مجموعه ديال الكاستينغ، مجموعه ديال الاشياء تعتني بالموسيقى، شنو اي نشاط الا عنده واحد الاوبجيكتيف وعنده واحد الهدف؟ شنو الهدف ديالكم من هذا الحفل ومن اكتشاف هذه المواهب؟ كيف ما قلت لك هذه النسخه الاولى ديال دو فويسز ناتا هو كبدايه واحد الاعمال الثقافيه اللي غتكون في عين حروده. هذه غتكون النسخه الاولى، ما هي الا بدايه الاعمال غادي تكون متتاليه، للهدف ديالها هو تنميه القدرات الشابه في الغناء، المواهب الشابه في الغناء، في ابجديات ديال الموسيقى. ملي كنقولوا الموسيقى كنقولوا الفن، ومن الفن راك عنده ركائز ديالو اخلاقيا وسلوكيا، عاد كنشوفوا الصوت، عاد كنشوفوا معايير اخرى اللي هاد تلقاوها هاد لي كونديدا اليوم. شهرين ونص هما كيتلقاو تمارين باش يشاركوا في اليوم الختامي. وكيف ما غتشوفوا اليوم راه هو الفينال بهاد السنه، وهذه كاول نسخه اللي غدار هاد العام، وكنتمنى حظ سعيد لجميع المشاركين، وكنتمنى وكنا غير الشكر للاداره ديال المركز الثقافي عين حروده للخدمات ديالها اللي قدمات لينا. وكيف ما كتعرفوا هاد دو فويس هو شراكه ما بين جمعيه اصوات وما بين المركز الثقافي، والحمد لله كنتمناو هذه البدايه، ونتمناو تعاود كل عام، وكل عام ان شاء الله. بعد مجموعه ديال الانشطه الكبار اللي نظمتهم من خلال سنتين، استطاعت جمعيه اصوات بشهاده الجميع ان تخلق لنفسها مكانا كبيرا بفئه الشباب. الشيء اللي كنشوفه غير على مستوى ديال وسائل التواصل الاجتماعي ولا مستوى ديال لي ريزو سوسيو، كنشوفوا واحد الاقبال ديال مجموعه ديال الشباب اللي كان كيتعطشوا لهاد البرامج ولا هاد الانشطه اللي كديروا جمعيه اصوات. شنو هي الرساله ديالك انت للمسؤولين، والرساله ديالك الشباب ديال عين ديال المغرب وديال جهه ضربه الصوت، وبخصوص الشباب ديال عين حروده؟ حنا كيف ما كتشوف نهار اصوات، نهار كدرنا تاسست جمعيه اصوات وعطيناها واحد الشعار ديال صوت زناته، يعني صوت جميع المواهب الزناتيه لابراز المواهب ديالهم. حنا الشعار ديالنا هو النمو بهاد بالثقافه في عين حروده. كيف ما كتشوفوا حنايا شي حوايج جداد علينا في عين حروده كالمركب الثقافي، كاعمال كبيره اللي ولنا كنقوموا بها وعلى عاتق ديالنا. هاد الاعمال اللي كنقوموا بها كانت حلم ديالنا قبل ما تاسس هذه الجمعيه. كنا كنشوفوا عندنا واحد الرؤيه اننا كنتمناو تكون عندنا هنا معهد ديال الموسيقى، كنتمناو ان يكون مسابقات نعرضوا فيها حتى حنا ريوسنا ونخرجوا من هذيك العزله اللي كنا فيها كمنطقه عين حروده. وهذا الشيء اللي كان فينا القرحه ديالو، حنا دابا كاعضاء مجموعه اصوات كنحاولوا نخدموا عليه، وكنحاولوا نخرجوا الشباب من الموسيقى ديال الشارع اللي كنجيبوهم وكيخدموا هنايا في عين حروده. وكنتمناو من الشباب ديال عين حروده انه يحس بهذا الشيء، ويحس بالثقافه اللي غتكون في عين حروده والثقافه اللي كاينه. وكنقول لهم هاد كيف ما كتشوفوا اليوم كهي انطلاقا للعمل الثقافي بعين حروده، وكنتمنى من كل شاب يوعى ان هذه المدينه راه على عاتق كل شاب، خاصنا نديروا له واحد النمو، خاص يكون يد في يد، شاب من الشاب الى الشاب ومن الشاب الى المسؤول، خاص يكون كل شيء يد في يد باش ننهضوا بهذا القطاع الثقافي في المنطقه. وكنشكر الاخ مصطفى كحيل عن جريده مدينه نيمس.